السلام عليكم، تحية كبيرة وغالية لأحسن جمهور في العالم، جمهور العزيز نحب عليكم نوت عليكم. هيا من عند خوكم عادل الميلودي. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم جاي نطلب واحد الاعتذار، غادي نقدم واحد الاعتذار الخويا وحبيبي الفيلالي سيلفيلالي، المدير ديال جريدة أخبار الفجر المغربية. هيا من عند خوك عادل، ثق بيا خويا الفيلالي، أقسم بالله ما كنت كنعرف أنت هو الفيلالي اللي هو الصديق ديالي ديال شحال هذه، هذا هو الفري. المهم أباراتشي كامل خويا الفيلالي، أنا بعدا كنقول لك واحد القضية، اسمح ليا إلا شتي مني شي حاجة ماشي هي، عرف بأن راه كاينين شي مهرجين بصح عندي هنا في الدار كيجي كيبقى يعطيوني شي أخبار زائفة، وهذا لأن نهار لو كون قالوا لي أنت هو الفيلالي اللي كنعرف أنا، اقسم بالله ما تلقى حتى كلمه خايبه، لاننا عارف الخير ديالك انت السابق، وانا فاهم اخويا الفيلالي اشنو وقع. من هذا المنبر كنقول خويا الفيلالي والطاقم ديالك كامل قال لي معك في الجريده، الا وصرت مني شي حاجه يسمحوا لي. لا اخوكم انا راه ولد خليط، راه يعني انا راه بالعكس، انتم خاصكم تكونوا معايا فهمتيني، وانتم راكم معايا، انا نعرف غير انا ما كنتش فاهم. وي خويا الفيلالي اسمح لي، هذا هو نقدر انا كنقول لك امام الملأ وامام العالم، خويا الفيلالي مدير ديال جريده اخبار الفجر المغربيه من عند خوك عادل الميلودي، راني كنحبك وعشره قديمه ونموت عليك، واسمح لي والله ما كنت عارف انت هو الفيلالي، وانما دابا انا كنطلب الاعتذار ونموت عليك خويا الفيلالي، كل شيء ديال الله محلك. حتى الصباح.